اليوم على حكومة الكاظمي تطبيق القرار البرلماني المتعلق بإخراج القوات الأمريكية، وبالتالي تطبيق كل الإمكانيات الشعب العراقي مع الحشد الشعبي. وهذه الرسالة الحرة اليوم، الشارع بكل شفافية تجدون اليوم الآلاف من الشباب يعلنون بشكل كبير الإرادة الحرة للعراقيين، وهذه الإرادة التي لا يمكن أن تكسر، إرادة الحرة للحشد الشعبي هي حفظ سيادة العراق. بالتالي اليوم الخروج بقرار رئاسي وخروج بقرار دبلوماسي مهم جدا لاستثمار هذه الخطوات. إنه الرسالة الأهم هي رسالة إلى القوى السياسية والكتلة السياسية والحكومة العراقية أن تفعل القرار البرلماني الذي تم التصويت عليه قبل عام، لذلك اليوم هي حاضرة في الميدان لكي تعبر عن إرادتها. ولا أعتقد أن تستطيع أي إرادة أخرى سواء داخلية أو خارجية أن توقف بوجه هذه الإرادة الشعبية المتنامية التي تمتاز بالبصيرة والتشخيص الحقيقي. لو تطلع ارواح السلم يا لو نشفى يهم القصص من الريح حاضر.